بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2005 شابتر 3 فاريانت 2 والسؤال السادس سي بلي ديسكرايب وان اكزامبل اوف هاو اوبتيكال فايبرز ار يوزد ان ميديسن. تعالوا نشوف شرح مبسط عن الاوبتيكال فايبر. الجهاز اسمه الاندوسكوب وبيستخدم في ان احنا نوبزرف الانترنال ستراكشر اوف الاستومك بشكل اخص يعني او اي اعضاء داخليه. تعالوا نشوف الشرح البسيط ده وبعدين نرجع نجاوب السؤال. الوضع بيشكله لو انا والله عايز اعمل ابص على المعده من جوه، الموضوع مش محتاج جراحه، بكل بساطه بيدخله جوه جسم الانسان، سيبك من السم ده، بيدخله جوه الجسم الانسان اوبتيكال فايبر. وزي ما انت شايف ازاي الاوبتيكال فايبر بياخد نفس انحناءه الجسم. تمام، فايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ سيبك من السهم ده خلاص عشان ما تلخبطش. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بيبقى في سورس اوف لايت بره، اهو في مصدر ضوء من بره. الضوء بيخش عن طريق الاوبتيكال فايبر زي ما احنا متفقين ازاي بيقعد يعمل توتال انترنال ريفليكشن، توتال انترنال ريفليكشن، اهو توتال انترنال ريفليكشن، وهكذا وهكذا، يقعد يعمل توتال انترنال ريفليكشن لغايه ما المعده بتنور، كان ده سورس اوف لايت، بينور بمصدر الاضاءه الخارجي اللي هو خارج الجسم اصلا. يعني هنا في سورس اوف لايت، هنا في سورس اوف لايت، ازاي اللايت بيترافل كده توتال انترنال ريفليكشن فتروح المعده منوره من غير اي مصدر اضاءه محتاجين ندخله. جميل، المعده نورت، فزي مثلا اللايت بينزل على جزئيه معينه من المعده او اللايت بيرفلكت تاني يخش الاوبتيكال فايبر، وهكذا يفضل بقى يعمل توتال انترنال ريفليكشن وهو راجع وهو راجع وهو راجع وهو راجع لغايه ما اقدر هنا بقى بقى اللي كان هنا بقى ده ايه؟ اللي كان هنا ده ايه؟ ده كده متوجه ناحيه ديسبلاي سيستم، شاشه، تلفزيون، المهم يعني اكيد مش ببص بعناية وخلاص. تمام؟ طيب حاجه عايز اقولها هنا، اذا اللايت بيعمل توتال انترنال ريفليكشن داخل ينور، توتال انترنال ريفليكشن راجع، اقدر اشوف من هنا ايه اللي بيحصل. بس بقول لحضرتك اكيد مش عينك هي اللي هنا، وانما جهاز يقدر يرسم او يقدر ديسبلاي حاجه تشوف عليها اللي جوه المعده. تمام، طيب عايز اقول ان الاوبتيكال فايبر ده مش مجسم واحد، وانما العديد من الاوبتيكال فايبرز، يعني ده مش اوبتيكال فايبر واحد، لان لو اوبتيكال فايبر تخين بالشكل ده منطقي ان هو ممكن ما يستحملش وممكن يتكسر. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما يكونوا اوبتيكال فايبرز كتير تقدر تديك ريزوليوشن اكبر، تقدر تشوف فيها تفاصيل اكتر احسن ما يكون اوبتيكال فايبر واحد. ده ببساطة فكرة الاوبتيكال فايبر في الاندوسكوب او ازاي في الميديكال يوز ازاي بنشوف المعدة من جوه. تعالوا نشوف اجابة جاهزة. بيقول لي the endoscope is used to check the internal parts of digestive system. Light travels by total internal reflection to illuminate the internal organs and then again total internal reflection occurs from inside to outside the body to the display system. وممكن نرسم له رسمة التوتال انترنال ريفليكشن جوه الاوبتيكال فايبر للاستعانة بيها. بينا نبص بصة كده سريعة على المرسيم. السؤال السادس هنا بيقول لي some indication of multiple reflections in optical fiber accept from diagram. احنا عملنا كده. طيب appropriate further information the endoscope or looking or illuminating inside the body. احنا قلنا كده، احنا كده ناخد الدرجتين بتوع هذا السؤال كاملين.